وتشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم لو سدوا ذي القرنين دون وروده لسفته همته بما هو أقوم. وركب العباس على جواده وأخذ السقاء وحمل اللواء وتقلد السيف وانطلق نحو المشرعة للمرة الثانية ففرق من كان عليها واقتحم الماء، لكنهم في هذه المرة خدعوه، ما تركوا أن يخرج مثل المرة الأولى. لما ملأ السقاء وأراد الخروج أحاطوا على المشرعة من جوانبها وأشرعوا الرماح أمامه كآجام القصاب. وضع العباس قربته على الأرض وشهر سيفه وحمل على أولئك الأعداء وكأنه النار في الحطب، يضرب جموعهم وهو يقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة نجل علي المسمى حيدرا، ألا ابرز اليوم لنا يا كفرة لعترة الحمد وآل البقرة. قاص في أوساطهم، خرج من أعراضهم، فرقهم عن طريقه، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، ركب على ظهر جواده، أراد أن يصل إلى المخيم ومعه القربة والسقا. نادى ابن سعد: اقطعوا عليه الطريق، لا يصل إليهم الماء وإلا لن تقدروا على قتالهم. فأشرعت الأعنة، نفضت الأعنة وأشرعت الأسنة وخفقت الأعلام وزحفت أمامه العساكر والجيوش، فوثب العباس يقاتلهم. عباس حذر على الأعدى بسيف الإفقار، طشر بذاك البر أمية يمين ويسار، طشر أصحاب الألوية ونكس الأعلام، والخيل تتعثر غدت بالجثث والهام. يخطف الفارس من جواده بلحظة العين، يرمي به الآخر ويعجل موت الاثنين، اليمنى على اليسرى واليسار على اليمين، ذبهوا على الجنحين ذب القلب والنار. ظنوا صواعج نازلة لو نفخة الصور، حلت منها الأرض ترجف والسما تمور، راد الفلك من حملة العباس ما يدور، والأرواح شذت على جهنم جيش جرار، سبع الأراضي اتصلت بسبع السماوات، والأملاك نالت من قبض الأرواح شدات. والحسين ينظر حملته وفعله بالصفوف، الحسين ما قدر يقعد واقف على باب الخيام، ينظر الى حملات اخيه ابي الفضل العباس. الحسين ينظر حملته وفعله بالصفوف، والقوم ترصد له لجل تبكي على جفوف، خاف على خيه ولا لزيم قلبه من الخوف، جرد حسامه وانت خام وهجة المختار. ما قدر يوقف، ما قدر يوقف الحسين، نزل المعركة ظل يبعجب سيف الأعادي ويطر لدموم. لما وصل خيه وعنه فرق القوم، يقول له: يا خويا مثل يومك ما صدر يوم، لي استند أبو فاضل، استند إلي، لي استند وأنا استند لك يا ابن الأطار. قال له: لشنه جاي
ليه بالحرب جوا مولاي يا ابو عبد الله ليش طالع ما نقبل نفوسنا ما تقبل ما نقبل تطلع واحنا احياء نفديك بانفسنا ارجع يا حبيبي مولاي ارجع الى مكانك قال لنا شنو جاي ليه بالحرب جوا شايف بيقصور او ما اديت الاخوة قال اخذتني عليك يا اخويا المروة وحدك تحارب وانا ما نصرك علي اشوفك بالمعركة وحيد وانا واجف ما تقبل مروتي عاد يا ابو فاضل لازم انزل وياك لازم اساعدك قال لا اجل دونك اليسرى وانا اليمين باذن الله هسه تروح هاي العسكر درين وصالوا على ذاك الجمع عباس وحسين ظلت الناس تخر وبيهم من سعد حار نادى يا خولي يا شمر ما تعاينوا الناس خلصوا جتل من سيف ابو سكنه وعباس حملوا فرد حمله بجمعكم واكشفوا الراس وما بين الاثنين افصلوا للدور الادوار افصلوا بينهما لان الحسين يقول خويا مع السلام شوف افصلوا بيني وبينك هلا خويا لسلامة عمرك اجعل لي علامة قل العلامة هالعلام يا نسل الأطاء اجعل لي علامة اعرف سلامتك بها يا ابو فاضل قل هذا اللواء ما دام تنظر هالعلم يا حسين منشور خوك بسلامة لا تخاف عليه من قصور وان كان خر العلم للميدان مكسور قول الاخ وراح اجركم الله جعل يقاتلهم قتال من عاف الحياة برز إليه حكيم بن الطفيل الطائي فضربه على يده اليمنى فانقطعت يمين العباس أو المناد وإماما حمل السيف بشماله وضم اللواء لصدره والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين برز إليه زيد بن الرقاد الجهني فضربه بالسيف على شماله فانقطعت شمال العباس أو المناد وإمام وسيدا والحسين في جانب آخر يقاتل الأعداء وإذا يسمع النداء قطع العدة شوفي أخويا والعلم بالعجل شوف البيرقك يا حسين شيء طاح العلم يا أبو علي وقلت الحيل ما أقدر أشيل سلاح والجربة ثقيل طاح العلم يا حسين خل ضيغم يجيل لا ينكسر جيشك يا بن حيدر يا سردة وانت شلونك يا أبو فاضل على أي حال قال سيفي بسني والصرع يسحب بالترا والدم ينزف والقضب يا أبو علي وهذا السهم ناشب بعيني يا ابن الأطياء فدوى خيالك ما بقت لعضيلك أحوى أبو فاضل وصدق تيح العلم من عندك
قال والله فلا يطيح العلم ما دمت موجود، لازم اشيله وانشره بصدري والزنه، ما يطيح حتى يطيح اخوك بضربه عمو، ينكسر جيشك كان خدت والسدر ما سيده. حير ابو فرجه ووقف ودمومه السيل، مره يسند العلم صدره ونوبهيم، ونسد دربه للخيم بالزلم والخيل. اجركم الله عينه اليمنى فاعماها عن النظر، جعل العباس لا يبصر الطريق الى نحو الخيام. ومعلومه كذا واحد صابت تشوكه في جسده يشلعها باحد يديه اما باليمين او بالشمال، العباس مقطوع اليدين يريد ينزع السهم من عينه، باي طريقه يريد ينزعه، نزع رجليه من الركاب وضع راسه بين ركبتيه لينزع ذلك السهم من عينه، وتبع ليزرعة ابن شريك الدارمي فضربه بعمود من حديد، من حديد على هامته الشريفة على رأسه المقدس، ففلق الهامة وتفجرت الدماء تسيل على وجه العباس، وخر العباس من على جواده إلى الأرض. وهل مناد وإمام مناديا أخي حسين أبا عبد الله عليك مني السلام. أقبل إليه الحسين كشف القوم عن ألفاه مشقوق الرأس مقطوع اليدين من الزندين، نادى يا اخو ينكسر ظهري ولا قدر اقف ويا الحسين، شيل وياه اتكلم وياه، انا على العباس صور انت الحسين يا اخو ينكسر ظهري ولا قدر اقف، صرت مركز يا اخو مركز يا خويا الكل الهم يا خويا استوحداني بعدك ولا واحد علي بعد ينرى يا خويا العلم قل وين ود يا نور العلم شجن. سمع وقع حافر جواد الحسين عند راسه قال ايها الفارس ان جئت لتحت الزراسي فامني ساعة حتى ياتي اخي الحسين، اتودع من ويتودع مني. فانكب عليه الحسين بكليته قائلا انا اخوك الحسين. رفع العباس يديه المقطوعتين ليضم اخاه الحسين الى صدره، قال يا ابا عبد الله اسمح لي بعد ما عندي ايادي اضمك بيه. وجلس الحسين على الارض واخذ راس العباس في حجره، شد راسه بعمامته، وآنس العباس الراحة، وإذا به ينادي بصوت ضعيف اطلق راسي يا أبا عبد الله لا تخليه بحجرك. سحبه من حجر أخيه إلى الأرض
رفعه الحسين مرة ثانية وثالثة. ليش الشكل؟ ليش أبو فاضل ما تخلي راسك بحجري؟ قل لي أنت سيدي ومولاي، شلون أنا أستخدم إمامي؟ الآن تضع راسي في حجرك، بعد ساعة من يضع راسك في حجري؟ قام الإمام الحسين عليه السلام قائما على قدمه، وضع يدا تحت ظهر العباس ويدا تحت رجله، خفه عن وجه الأرض ليحمله إلى الخيمة. فتح العباس عينه اليسرى لأن اليمنى سالت بالسهم على خده. قال له أبا عبد الله شتريد؟ ما الذي تعمل؟ قال له أريد حملك إلى الخيمة أنت عزيز وغالي، لئلا تصيبك حرارة الشمس والرمضة، ولئلا تردك الخيل بحوافرها. لعدي فضل الإخوة، فضلك يا أخويا بزود. لعدي فضل الإخوة، فضلك يا أخويا بزود. ما شفت أنا في الإخوة مثلك بدل مجهود. قص العدة ضرعانة وشال العالم بزنود. واي ماما لكن أنا بشيلك لدوسك الخيال. وحسين أبا عبد الله ليش تكلف روحك؟ ليش تحملني؟ ليش خجالة تشمت بك الأعداء؟ خليني أموت بهالبقعة يا حسين ولا تحملني، خل جثتي مطروح. يا حسين ولا تحملني، خل جثتي مطروح. هذه يا أخويا المرجلة والموتة الممدوحة، خلي الخلايق تحكي فادي أخوه بروحه. صدري لصدرك فدوة لو داست الخيال. كيف ارجع الخيمة موعد سكنة بما؟ كيف ارجع الخيمة وتوقف زينب حذا؟ تقل لي في وين الوعد يا عزي ومرجع؟ انت اللي جبتني كربلا من ارض المدينه.